شنو؟ شراب المويه. ايوه طيب يا اخوانا دي مساله مهمه. الناس قالوا ما بيشربوا الا يسمعوا اذان ام درمان، كويس. اولا يا اخوانا الناس تعرف في مسالتين. المساله الاولى الفضل في التعجيل، كل ما عجل الانسان افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره. معنى الناس فيهم خير. اول ما تلقى الجماعه مشددين تشدد زايد في الافطار اعرف انهم على سوء. مما تلقاه من النوع اللي بيقول لك انا ما بفطر الا المؤذن يختم الاذان، يقول لا اله الا الله بعد ما يختم. هو المؤذن شرب في الاول وقام اذن بمزاجه مطط لك الاذان وانت بتعذب في روحك قاعد ترياو. وفي النوعيه اللي بيقول لك انا ما بشرب الا ياذن الجامعه جنبي، لانه المؤذن ده ود عمي لو ما اذن هو انا ما بشرب، كويس. مما تلقى الناس بيشددوا على نفسهم في ده، اعلم حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليسوا على خير. طيب المساله الثانيه، كيف يعرف وقت الافطار؟ يعرف بغروب الشمس. وانا لو كنت ساكن في وضع زي وضعكم ده في قريه ما بفطر الا بالشمس دي، لانه الاذان في الغالب عندنا الورقه المعلقه بتاعت الاناي دي، حتى بتاع الحله ده مش بتاع ام درمان، هنا في الغالب عندنا الاذان ده متاخر 4 5 دقائق، مرات تصل في بعض الاحيان انا لقيتها 9 دقائق، كويس. مره كنا فاطرين في حته برا كده، اديك الشمس شايفينها غريه بنعاين في الشمس. السنه اذا غاب قرص الشمس، شفت الدائره بتاعت الشمس دي؟ مش الشعاع الاحمر بتاع هذا، كويس؟ لا، القرص بتاع الشمس الدائره دي، وانت واقف على الارض ما تطلع ولا في بمبر، واقف على الارض تعاين فيها، الدائره بتاعت الشمس دي غابت. يعني لو طلعت البيت عاين ترى بتلقاها قاعده ما تطلع، بس في الواطه دي بتعاين فيها. غاب قرص الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد افطر الصائم، اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. هو الافطار مربوط بالشمس، ما مربوط لا باذان ام درمان ولا باذان كندا. لكن الناس لما بيجوا ما بشوفوا، الناس بيشتغلوا بالاذان ليه؟ لانه الواحد مثلا جوا بيته وبيته مضاري وما قادر يشوف. لكن انا قدرت امرق الشمس بعين ليها كده، بس بعين هذيك شفت الشمس، ما في غيم ما في شيء، هذيك الشمس غابت افطر الصائم. والتاخير بعد ده يعتبر من التشدد فقط. الصحابه قالوا وان احدنا لو ركب على راحلته، لو ركب على الناقه بتاعته قال لا راها، لكن واقف ما بشوفه، واقف كده ما بشوفه، لو ركب على الناقه بتاعته فوق بشوف هذيك الشمس، قالوا بيفطروا. تعجيل، تعجيل الافطار. والله مرات تعاين قلت لك 5 دقائق الناس بعديك. انت عارف مره نحن افطرنا شفنا هذيك الشمس غابت افطرنا، وبعد ما انتهينا مشينا توضينا وجهزنا للصلاه وخشينا المسجد يا دوب الاذان اذان متاخر، الاذان الاذان متاخر. وهم سموها احتياطي، عندنا السودانيين في فقه براهم كده يقول لك احتياطنا يا مولانا المؤذن تلقى الاهم منه ساي تلقى بعين في الساعه، والزمن جه يقول لك قد نديهم ثاني 3 دقائق، تديهم شنو يا اخو حقك انت؟ هو ما على كيفك انت، ده مؤذن ما مامون يؤذن اذان يؤذن بالشمس. تمام؟ السحور برضو كويس؟ في اذانين عندنا، الاذان الثاني اللي فيه الصلاه خير من النوم، يقول لك المؤذن خير ولا ما خير؟ الصلاه خير من النوم، ده هو الاذان بتاع الفجر الثاني. في الغالب الناس ما بيعرفوا الفجر، لو بيعرفوا برضو نفس النظام ده، بتعرف الفجر؟ الله قال فكلوا واشربوا حتى يتبين، مش قال حتى يطلع، أنا ممكن يكون طلع وما تبين لك، قال حتى يتبين لكم. شوف الآية كيف، حتى يتبين لكم. يعني أنا لو كنت من نوع الناس اللي بعرف وما في غير، ما في مطر ما في شيء، بعاين الفجر طلع ولا ما طلع؟ ما طلع، آكل وأشرب، أذان الحلة أذن وأنا شغال به، بآكل وبشرب الفجر ما طلع، بعاين أنا بعرف وما طلع، لو أذن ولا ما أذن ما طلع الفجر. ربنا قال مش قال حتى يؤذن المؤذن، قال حتى يتبين لكم، يتبين لكم. ما تبين تاكل وتشرب، كويس؟ اذا تبين خلاص تمسك.
العلماء قالوا لكن لو كان المؤذن أمينا أمين ما بيأذن إلا بعد طلوع الفجر، بعد ما طلع الفجر بيأذن. في الحالة دي لو أذن المؤذن ما بجوزك تاني شنو؟ تأكل ولا تشرب، تأخذ بالأذان. لكن لو بيشغلنا الاحتياط بتاع السودان ده، وكمان بيقول لك في إمساكية، شوف التشدد في الدين ده تشدد ذاته. نحن هسه لو لبسنا لنا جلابية قصيرة يقول لك ده تشدد يا مولانا. لا لا ده ما تشدد، تشدد بتاعكم ده، بتاعكم ده التشدد. الواحد يقول لك الإمساكية قبل 40 دقيقة من الفجر، الفجر عندنا بيطلع في الخرطوم بيطلع 59 دقيقة، كويس؟ يعني 5 إلا دقيقة بيطلع الفجر. يقول لك الإمساكية الساعة 4:30 ولا 4:30. يا أخي الله ما قال أمسكوا 4:30، الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. خلي زول السحر يا أخي واحد يقوم كده ولا زال مأذن، يلقى الساعة 4:30 يقول لك يا سلام يا أخي وقت الإمساكية فاد علي، يرقد ساي مسكين. والله غشيت رقبتك وصدقت الجماعة ديل، وكل ساي واشرب يا دول. الله قال لك حتى يتبين لكم شنو إمساكية وكلام فارغ، ساي بدع كلام فارغ. ما تقول لي جابوها في الروشدة بتاعت هيئة كبار شنو تسمى شنو دي؟ علماء السودان. يا دول احنا بنعرف السنة، ما بنعرف نعرف السنة كلام الله. أيوه ما يشتغل بهم بس، ما يشتغل بهم. انت شفت رأيت الشمس، الشمس غابت، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد افطر الصائم، مش انت صائم افطر ثاني. وبعض العلماء قال فقد افطر الصائم، قال افطر اكلت ولا ما اكلت؟ افطرت انت. قال بعد انت لو منتظر معذب رقبتك ساي، قالوا وقال فقد افطر الصائم. وان كان القول ده ضعيف لكن قالوا فقد افطر، فطرت انت بعد لو راجي الا فالهم منك ساي او عذاب لرقبتك، لكن افطر الصائم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.